السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي نسجل محاضرة على برنامج الزوم. هتبتدي المحاضرة عادي خالص من نيو ميتينج. مجرد انك تبتدي المحاضرة بتاعتك طبيعي ان هتظهر لك الرسالة دي ان انت تعمل عملية توصيل للصوت، فبتضغط انك بالفعل توصل الصوت بتاعك علشان المحاضرة بتاعتك يكون ليها صوت. علشان تبدأ عملية التسجيل لو جيت تبص في الأدوات اللي موجودة تحت كده هتلاقي موجود آيكون اسمها ريكورد اهي، اضغط عليها كده. كده هتبقى انت ابتديت عملية التسجيل بالفعل للمحاضرة بتاعتك. هتلاقي فيه من فوق كده لو جيت تبص هتلاقي ريكوردينج اهو شغال، او عملية التسجيل شغالة. دوت بوز اللي هو لو عايز تعمل عملية ايقاف مؤقت، يعني انت بتشرح المحاضرة وهتعمل حاجة وبعدين ترجع تكمل شرح تاني، بتضغط عليها مرة بتعمل ايقاف، بتضغط عليها مرة تانية بيرجعك تاني للمحاضرة. طيب خلصت المحاضرة وخلاص عايز تنهيها بتضغط على العلامة دي اللي هي علامة stop recording او ايقاف التسجيل. نفس العلامتين دولت هتلاقيهم موجودين في شريط الادوات من تحت، بتقدر من خلالهم ان انت تعمل نفس الوظائف اللي احنا قلناها قبل كده. لو عملت شير لسطح المكتب او للوايت بورد زي ما احنا هنعمل كده وضغطت شير وابتديت ان انت تعمل اي شغل اهو، ترسم اي حاجة مثلا خلاص، وعايز تنهي عملية التسجيل من هنا، انت مش محتاج تعمل ستوب للشير، انت ممكن تنهي من هنا. ازاي؟ هتطلع كده بالماوس فوق هتلاقي عندك ثلاث نقط اهمت، الثلاث نقاط دولت لما هتضغط عليهم هتلاقي في هنا بوز ريكوردينج لو عايز تعمل الايقاف المؤقت اللي اتفقنا عليه، او ستوب ريكوردينج لو انت عايز تنهي المحاضرة بتاعتك. فانا هنا كده هعمل ستوب ريكوردينج وهعمل ستوب شير. بعد ما عملت ستوب ريكوردينج هتروح تعمل اند للميتنج بتاعك. بعد ما خلصت الميتنج بتاعك وعملت له اند هيبتدي بالفعل برنامج زوم ان هو يحول لك المحاضرة لفيديو ام بي 4. هو كده بيعمل عملية التحويل بتاعته. هو كده خلاص نهى عملية التحويل واصبحت عندك المحاضرة على شكل فيديو MP4 بالشكل اللي انت شايفه دوت. طيب لو جيت تسألني مثلا الفولدر دوت انا بلاقيه فين؟ الفولدر دوت انت لو رحت على ماي كمبيوتر وفتحت الدوكيمنت او المستندات اللي عندك هتلاقي ان برنامج زوم عامل لنفسه فولدر كده ومسميه زوم. هتدخل جواه هتلاقي اسم المحاضرة بتاعتك، ولو في اكتر من محاضرة انت مسجلها هتلاقيهم موجودين عندك. تبتدي تخش على المحاضرة اللي انت عايزها وهتلاقي فيها تسجيل صوتي للمحاضرة اللي هو ده، وهتلاقي فيها الفيديو بتاعك ده. مجرد ما بتضغط عليه كده بيبتدي يشتغل معاك كفيديو عادي خالص. طبعا الفيديو دوت بتقدر ان انت تشاركه مع الطلبة عن طريق ان انت بتبعته لهم على الواتساب او على الماسنجر او باي وسيلة بقى انت شايف ازاي توصلها له. انت كده معاك فيديو عادي خالص بتتعامل معاه بشكل طبيعي زيه زي اي فيديو. اهو الفيديو كده اهو اشتغل معايا، هتلاحظ ان دلوقتي هتبتدي تظهر معايا السبورة البيضة اللي انا عملت لها شير اهي، واي حاجة عملتها في الفيديو بتبتدي تظهر معاك بالصوت وبالصورة. وبكده بنكون انتهينا من حلقتنا النهاردة، بتمنى انها تكون فادتكم وبتمنى لكم كل التوفيق. شكرا على المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.